السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال خمسة ابتدائي، أهلا بكم في قناتكم المفضلة إيد إنجليش. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض أهم سؤالين اللي ممكن يجيلوا إن شاء الله في الامتحان بتاع أكتوبر، وهو سؤال الكومبليت وسؤال التشوز يعني الأكمل والاختياري. إن شاء الله الفيديو ده مش هيخرج منه أي سؤال من الأسئلة ديت، فأنا عايزك لو ما شفتش الفيديو بتاع ملخص الوحدة الأولى والوحدة الثانية الشرح بتوعهم ترجع تشوفهم اللينك اللي هسيبهولك في أول كومنت أول تعليق أو في وصف الفيديو. أول سؤال معنا في اليونت 1 هو الكومبليت، عندي healthy يعني صحي، chocolate شوكولاتة، favorite مفضل، chicken يعني الدجاج، market يعني السوق. هنا الناس بتكلم دنيا بتقولها what's your not food، ما هو طعامك المفضل؟ مفضل يعني بالظبط favorite. what's your favorite food دينا؟ قالتلها it's not but it is unhealthy. ايه ال unhealthy؟ التشوكلت. يبقى قالتلها it is chocolate but it is unhealthy. لا do you like not food؟ هل انت بتحبي الهيلثي فود؟ قالتلها yes I like not fish and mango. ايه اللي من الهيلثي فود برضو عندي هنا؟ قالت لها I like chicken، بحب الدجاج والفيش and mango. لا do you have any mango trees in your garden؟ عندكم اي شجر مانجا في البيت في الحديقة بتاعتكم؟ قالت لها yes I do. عندي السؤال الثاني في يونت 1 جايب لي ميل وجبه legumes اللي هي البقوليات digestive اللي هو هضمي ingredients مكونات seed يعني بذره. really when we eat لما احنا بناكل we use our not system بنستخدم our digestive system. number 2 بيقول لك I have a very delicious not it's a chicken and rice delicious meal وجبه لذيذه كانت دجاج وقرص. بيلين التشيك بيز اند لنتلز الحمص والعدس ار legumes يعتبر من البقوليات. وي شود هاف اول ذا لازم يكون عندنا كل الانجريدينتس كل المكونات. عندي سؤال تاني من اسئله الكومبليت في يونت 1 جايب لي sun شمس plants معناها يزرع وبتيجي معاها نباتات، وعندي consumers المستهلكات، وعندي chain يعني سلسله، وproducers يعني نت منتجه. The food not shows how plants and animals get their energy. اسمها الفود ايه؟ الفود chain اللي هي السلسلة الغذائية. تمام؟ At the start of the chain في بداية السلسلة we can see plants these are called we can see plants these are called النباتات دي بتسمى الايه؟ بتسمى بالبروديوسرز كانت منتجة. they get energy from the بيحصلوا على الطاقة بتاعتهم منين؟ from the sun من الشمس. animals eat الحيوانات بتاكل نقط or other animals for energy بتاكل البلانتس بتاكل النباتات animals they get energy from the sun animals eat plants or other animals for energy بتاكل نباتات او حيوانات اخرى من اجل. معايا سؤال تاني جايب لي شوبينج يتسوق او التسوق يوغرت زبادي فرنش فرايز بطاطس محمره nuts يعني بندق honey يعني عسل. بيقول لي we use milk to make بنستخدم اللبن عشان نعمل ها اليوغرت الزبادي. The not list makes me remember what I want to buy. The shopping list اللي هي قائمة الحاجات اللي أنا هتسوق بيها بتفكرني بالحاجات اللي أنا هشتريها. Bees make النحل بيعمل ها الهني العسل. He cuts the potatoes to make قطع البطاطس عشان يعمل French fries. عندي some يعني بعض و about عن please من فضلك course يعني course تدريبي and what يعني you would. hello what not you like اسمها what would you like خدناها في مراجعة unit 1 و unit 2 في الفيديو اللي انا شرحته لك موجود في وصف الفيديو او في اول تعليق ارجع له الاول لو انت ما شفتوش وبعد كده تعالى كمل معايا. would you like معناها you would. I would like not carrots please
I would like, أنا محتاج بعض الكاروتس, بعض الجزر من فضلك. Would you like an orange? محتاج orange. قالوا yes of course. وهنا course, yes of course, معناها نعم بالطبع, وبتيجي بمعنى course تدريبي. How not some lemons? How about, يعني ماذا عن. عندي سؤال آخر من أسئلة الكمبيليت في unit 1, جايب لي some, يعني بعض, apples, تفاح, wants, يريد, buying, يشتري, any, يعني أي. وقلنا إني بتجي في الجملة الإيه الملفية, وفي السؤال زي ما وضحنا. ندى and her mom are buying, ندى ووالدتها بيشتروا إيه, بيشتروا apples, تفاح and mangoes at the market. ندى would like, ندى تود not carrots, محتاجة بعض الكارتس الجزر. mom not some grapes and pineapples. mom wants, mom wants, الأم تريد بعض الجريبس and mom asks how about, الأم سألت ماذا عنها buying. وقلنا how about بيجي بعدها noun أو verb plus ing, يعني بيجي بعدها اسم أو الفعل في ing. عندي كده, عندي سؤال تاني برضو من أسئلتكم, مين قال لي climb تتسلق, cage يعني قفص, poor فقير, washed غسلة. he has no money, هو مش معاه فلوس. he is يبقى هو إيه, he is poor, فقير. the boy not the tall tree yesterday, الولد ها تسلق الشجرة بالأمس, yesterday هنا ده ماضي. I bought a knot for my colorful birds, اشتريت ايه للطيور الملونة بتاعتي, اشتريت cage قفص. عندي برضو سؤال تاني من أسئلتكم, بيقول لي free يعني حر أو مجاني, buy يشتري, rich غني, special مميز أو خاص, cow يعني بقرة. Jack went to sell his, Jack ذهب لكي يبيع, his not in the market, راح يبيع إيه يا جماعة, الكاو البقرة, لما أمه طلبت منه إنه يروح يبيع البقرة عشان يجيب لهم أكل لأنهم poor فقراء. On his way, في طريقه, he met an old man, قابل راجل عجوز. The man had not bees, beans, الراجل كان معاه إيه, كان معاه free beans ولا buy ولا rich ولا special beans, كان معاه special beans اللي هي magic beans, كان معاه بذور سحرية. He wanted Jack to not them, كان عايز من جاك إن هو free them ولا buy them ولا rich, كان عايز جاك إن هو يشتريهم. He said the beans will make Jack, قال له الراجل, قال له إن البذور دي هتخليك إيه, هتخليك ريتش غني. عندي سؤال تاني برضو من أسئلة الكمبيوتر, delicious يعني لذيذ, وعندي كيك يعني تورتة, drinks مشروبات, عندي cocktail لا cocktail, grow يعني ينمو أو يزرع. Mangoes grow in Egypt, we can make a lot of not and dishes with it, نقدر نعمل a lot of ها delicious ولا كيك ولا drinks, بنعمل منها مشروبات بالمانجا. We can make not mango juice, we can make ها delicious, نقدر نعمل delicious mango juice, عصير مانجا لذيذ, or not juice, or cocktail, or cocktail juice, أو نعمل cocktail. We can also make a fruit salad and a mango cake. أول سؤال في unit 2 من الكمبيوتر جايب لي tennis و time playing sports, tennis يعني لعبة tennis, time يعني وقت, playing يعني يلعب أو اللعب, sports يعني رياضة. Hello وائل, what not do you like to watch, what tennis ولا time ولا playing ولا sports, what sports do you like to watch, الرياضات اللي بتحب تفرج عليها. I love watching swimming, بحب اتفرج على السباحة, not and football, tennis والtennis and football, so do I, قال له وأنا أيضا, and I am good at, أنا شاطر فيه أو ماهر فيه playing tennis, good at, قلنا في بعدها اسم أو فعل في ing زي ما قلنا في الفيديو بتاع المراجعة unit 1 و unit 2, وزي ما قلت لك هتلاقي اللينك بتاعه في وصف الفيديو أو في أول تعليق. قالوا let's go to the club, يلا نروح النادي, and play later, what not do you want to play, what time, ايه الوقت اللي تتحب تلعب فيه, قالوا about 5 o'clock. عندي سؤالكم بليد تاني في unit 2, good يعني جاي, tidying يعني يرتب, helping يساعد, at يعني في, tidy يعني منظم أو ينظم. Hi I am Dahlia, I am good at, وجاء بعدها الverb plus ing, I'm good at football and making cakes, I am bad at playing handball, أنا سيء في لعب الهاندبول. Asir is my brother, he is 11 years old, he is not at playing tennis, he is
good at playing tennis. But he is bad at, ولكنه سيء, not bad at helping me. Helping me, سيد في مساعدتي في الكيتشن. My sister's name is Selma. She is 8 years. She is good at doing math. She is bad at tidying her room. ولكنها سيئة في ترتيب حجرتها. عندي سؤال تاني من أسئلة الكومبليت. Swimming يعني السباحة, matches يعني مباريات, كاراتيه يعني كاراتيه, pitch ملعب كرة قدم, pool يعني حمام سباحة. I love playing sports. I am on the not. لما أحب ألعب sports when I am on the pitch. I like the pool with my friends. My brother's favorite sport is. الرياضة المفضلة لأصدقائي هي swimming. He always uses his goggles, بيستخدم النظارة بتاعت السباحة, when he goes to the pools. My little sister, أختي الصغيرة, is good at, ماهرة في, is good at karate. قلنا good at, هذا اسم أو فعل في ing. She does a lot of moves, تعمل حركات, and she does high kicks. I like to watch tennis matches on TV. بحب أتفرج على التنس ماتشز في. عندي سؤال تاني من أسئلة الكومبلي. قال لي بريفينج التنفس, هوسبيتال يعني مستشفى, توكسيك سام فيلد يعني مجال أو حقل, ترافيك يعني المرور. بلاستيك is not, so it kills fish when they eat it. البلاستيك يعتبر توكسيك سام. Dirty air causes problems with, الهواء الملوث بيسبب مشاكل في البريفينج في التنفس. Number 3, there is too much not in the street, too much traffic, في زحمة مرور في الشارع. When I am ill, لما أكون مريض, I go to the, بروح فين؟ I go to hospital. عندي سؤال تاني برضو من أسئلة الكومبليت. عندي emissions يعني انبعاثات أو عوادم السيارات, air هواء, عندي traffic مرور, acid يعني حمض أو كيميائي, toxic يعني سام. Really we can't breathe because the air is black, and لأن ما بقدرش أتنفس لأن الهواء أسود and toxic وسام. We can't go outside, بعرفش نخرج برا. There are too many cars and too much traffic, so we have to stay at home because emissions, بسبب because emissions العوادم اللي جاية من السيارات, and dangerous for our lungs. The children can't go, الأطفال ما بيعرفوش يروحوا المدرسة, because the not is too bad, because the air, لأن الهواء is too bad, ملوث جدا. آخر سؤال complete معانا في unit 2 هو athlete يعني بطل رياضي, kind athlete يعني لاعب رياضي, kind يعني طيب أو عطوف, when يفوز prize جائزة, competitor متنافس. هداية ملاك is a famous Egyptian taekwondo player, لاعبة تايكوندو مصرية مشهورة. She was born in 1993. She is a very noble person. يعتبر هي kind person, شخص طيب. She helped a Moroccan, ساعدت Moroccan athlete, ساعدت Moroccan athlete, لاعبة رياضية من المغرب, with special needs, عندها احتياجات خاصة. رضا جرماش had no one to compete against, so هداية become here, لذلك ما كانتش لقي أي منافس ليها, فلقت هداية ملاك, كانت هي الكمبيتيتور بتاعها, المتنافس بتاعتها. and lost, وخسرت. رجع could therefore not the gold medal, when فازت بالميدالية الذهبية.